يا تقلين، طيب تفضل يا تقلين. الحوار عن العصمة، ونبدأ حوارنا أيها الإخوة الكرام بهذا السؤال القرآني: ما معنى قوله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بما يلي: وشاورهم في الأمر؟ وشاورهم، لحظة نقرب المايكرات، واحد يطلعوا. ما معنى قول الله تعالى لنبيه وشاورهم في الأمر؟ تفضلوا حتى نشوف الاستبصار. يا عمي بركي ما حدا بيعرف، يمكن أنا استبصر، شو بعرفكم؟ هلأ يمكن يكون أنا سني، بعد شوي لما يجيني جواب كويس ها خلاص بقول حأتشيع. تفضلوا لاقت لكم. ما معنى قوله تعالى لنبيه وشاورهم في الأمر؟ تفضلوا. والله ذكرتني، أرجو من الإخوة الكرام الاقتصار على التنقيد، ثم أنا أخذ المايك فورا لأني أنا أسجل. ذكرتني بشيء من الرجال. أليس من شيء من الرجال عدم الاختباء 1350 سنة؟ نعم. أليس من شيء من الرجال الظهور وعدم الاختباء 1350 سنة؟ نعم. لو أن الإنسان مثلا تعرض لموقف واحد، مثلا استضعاف أو غير ذلك، ممكن، لكن 1350 سنة ما معقولة. الطريقة التي دخل بها الشيعي الذي المتكلم، يلا يا دمشقية تعال يلا شوف، عيب يعني. انت ما عم تحكي مع اخوك الصغير، انت عم تحكي مع واحد مشايخ مشايخك بخاف ويقف امامه، ولا فخر. كيف؟ وقد اثبتنا ذلك، وقد القمنا شيخك مهدي موسوي حجرا، واللي جاي أعظم. وأنا دخلت حتى أقول أرجوكم إذا كان لكم مجال تذكروا مهدي موسوي، بضرورة أن يذكر، أن يسرد لنا عقيدة الصدوق، مهم جدا عندي. الآن موضوع ما ذكر في قصة، في شو اسمه، إلزامي لعلي آل محسن اللواط، آل محسن اللواط. اي نعم. قلت لا، هذا كلام إلزامي، كما تقولون ربكم ليس ربنا مثلا يعني. ومع ذلك أنا تراجعت عنه وأعلنت في التويتر. الآن ماسكينها على طول، يلا ويلا، وأنت لم تحترم. ليش أنتم بتحترموا فاطمة؟ ألم تقولوا أن ثدييها كبيران جدا، بحيث أنها كانت تلقي ثدييها من وراء ظهرها؟ هذا احترام؟ هل هذا احترام؟ هل سيدنا علي احترم فاطمة؟ تركها تنضرب؟ هل سيدنا علي يحترم فاطمة؟ جاوبوا لشوف، يلا أجيبوا. تفضل يا ثقلين، تفضل. أهدى دمشقي، والله أنا ما أعرفك أصلا أنت شيخ، حتى أنا أديك باسم الشيخ، يمكننا وراني فهمية. شوف، أنا مستعد أن أسوي لك مناظرة في غرفة خاصة، نقول إلى غرفتك وغرفتنا، ما عندي إشكال، سيدي غرفتنا ينقط الداخلين كلهم، بس أنت تبقى والمناظر والموقف جاهز. سيدي بغرفتكم ينقض الداخلين كلهم، وبس انت والمحق انا مجهز. هاي وحده. ثانيا، اذا تريد تفتح حوار انا مستعد، او مناظره، من الذي يطعن في رسول الله؟ الشيعه ام السنه؟ امام الجميع انا مستعد. من الذي، اولا جيب لي الرد مال ابو صالح، جيب لي رد الشيخ التبريزي على هذه الروايه، بعد لا اضغط بترون، جيب لي ماذا قال وتعليقه على هذه الروايه. لا تقول اولا الروايه رويه، الروايه اولا مرسله، روايه ضعيفه، واذا الشيخ التبريزي يقر بهذه الروايه وذهب الى الله وهو مصدق بهذه الروايه، اقول له انا ترى علي، شوف كيف نحن ندافع عن
عن فاطمة الزهراء، نحن الذين ندافع عن فاطمة الزهراء. أما هذه الرواية الذي نقلها في اللمعة البيضاء أو ما شابه، هو نفسه الشيخ علق عليه، قال وهذا الشيء لا يدخل بالعقل أو ما شابه، رد على هذه الرواية. لا تبتر يا أبو صالح، جيب الرد الشيخ التبريزي أو التبريزي الأنصاري رد على هذه الرواية، بعدها بسطة. إذا أنت رجل، إذا أنت رجل أمام الجميع، إذا أنت رجل نزل بعدها بسطر ماذا قال الشيخ التبريزي. ها ضحكت، ها ضحكت، ها ضحك ضحك أبو صالح. المهدي رجل، المهدي رجل يا تقلين. ألو، المهدي رجل، خليك رجل وجاوب. المهدي رجل، المهدي رجل. ألو، ليه زعلان؟ هل المهدي رجل؟ لا، هو أسلوب المتطاولين كيف. بعدين أنا ما أعطيتك المايك حتى تحاسب كل واحد على ما يكتب، خليك معي لو سمحت، خليك معي. أي نعم، بعطيك المايك حتى تحاورني، مش بعطيك المايك حتى تصفي حسابات مع اللي عم يكتبوا. عرفت كيف؟ حتى ما نطول لأني أنا مشغول، حتى ما نطول. السؤال الذي يطرح نفسه، طيب، إذا كان النبي عندكم معصوما فلماذا قال الله له وشاورهم في الأمر؟ السلام عليكم ورحمة الله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر، نحن على منهج من كان سلفكم يغتاظون منهم، نحن على منهجهم. طيب، حضرة المحترم، الضيف المحترم، اللهم الفرج، أي آية تتكلم عنها؟ أهي قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، هل هذه هي الآية التي تطلب مني أن أكملها؟ إذا كانت هذه هي الآية اكتب لي واحد. جيد جيد، طيب أكملتها أكملتها. وماذا في إكمالها؟ ما الذي بترت منها؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الشاهد من الآية أن المعصوم مأمور بأن يستشير غير المعصومين. إيه، ما رأيك؟ تفضل، لقت لك، لكن صوتك يتقطع كثيرا. أتفضل ارفع لي صوتك من بعد، ولا أمر عليك، يعني ارفع لي صوتك قليلا، وأرجو التكرم بأنك تشوف طريقة للتقطيع اللي عم بيصير عندك، الإنترنت يقطع عندك كثيرا. تفضل لقيت لك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواننا الكرام. نعتذر للضيف المحترم اللي اسمه اللهم الفرج، الذي رفض أن يكتب وقال الكتابة صعبة، لكن يبدو أن الاتصال بالصوت عنده أصعب. يلا المعمم محسن عيسى، تفضل. كنتم في مقام دعوة فلا أعلم لماذا هذه الإساءة، حتى لو كنت أنا شيعي وفي مقام دعوة لا يمكن أن أسمح لأي شخص أن يسيء للطرف الآخر. هذه كما يقال أبجديات الدعوة. لكن عموما أنا فقط لي سؤال للشيخ، وهو حضرة الضيف المكرم، نحن نقبل النصيحة، لكن وجه النصيحة للمستفزين المسيئين ليس لنا، لأننا رد فعل لما فعلوا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وجزاء سيئة سيئة مثلها. صحيح أن الله قال بعد ذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، فأرجو
أرجو من حضرتك من جنابكم الكريم التكرم بتوجيه النصيحة لمن يدخلون ويستفزون ويسيئون، ليس لنا. تفضل لقت لك، وأعتذر عن طلب أخذ المايك منك، فأرجو أن تدخل بالسؤال مباشرة، وإذا عندك نصيحة توجهها لمن أساء إلينا. نحن لا نشتم الناس ولا نسيء إليهم ابتداء، لكن لعلك الآن دخلت ولم ترى الإساءات السابقة. تفضل على كل حال، بصرف النظر عما وقع من هؤلاء، فهؤلاء جماعة سوقيون، سوف نضطر إلى أن يعني نمنع عنهم المايك. طيب تفضل، اقطعوا هذا الثقلين بارك الله فيكم، لأنه ما في فائدة منه، هو مسيء فقط، ما في فائدة يعني، ولا هو طالب علم أو شيخ حتى يعني نهتم به. يعني إنما يهتم بأمثال الذي أخذ المايك الآن عبد العزيز، نرحب به ونقول أهلا وسهلا بك، اطرح ما عندك، فإن كان عندنا ما نستطيع أن نجيب عليه فعلنا، وإن لم نستطع اعتذرنا. فضل الله خد لك. طيب شكرا جزيلا، ونجتاز هذه النقطة. سؤالي لحضرتك، ماذا تفهم من حديث الثقلين عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن تضلوا بعدي أبدا؟ تفضل لك المايك. الذي أفهمه من حديث الثقلين هو التذكير أولا بكتاب الله، فرغب فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. لا أفهم من الثقلين أنهما مصدر عقيدتي، لا، فإن وصية النبي تشمل ما تسمونه بالثقل الأصغر، تشملهم، وهو التمسك بكتاب الله، مش أن لا. تفضل شيخنا، أنا تركت المايك، هل واضح السؤال؟ لا إله إلا الله. والله أنا أذكر أني أخذت المايك وأتكلم، أنا الآن جالس أتكلم يعني طول الوقت وأنا أتكلم، الآن حأفتح الكاميرا حتى لو حدث مثل هذا يقطع الأخ الأدمن المايك علي حتى لا أتكلم مجانا. طيب نقول حديث الثقلين أفهم منه أمرين، التمسك بكتاب الله والتمسك بوصية رسول الله في الثقل الآخر، وهو أن لا أقع فيما وقع فيه الناس من طرفي النقيض، اللي هم الطرف الأول الإساءة إلى أهل البيت وعبادة أهل البيت على طرفي نقيض، أو ربما نفس الناس أنفسهم عبدوا قسما من أهل البيت وسبوا قسما آخر من أهل البيت، وأعني بالقسم الآخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة. أما أنا أفهم ما يريد الشيعة أن يفهموني إياه، أولا أن الخلافة لأهل البيت وهذا كذب، وأفعال أهل البيت تخالف ذلك، سيدنا علي بايع أبا بكر وعمر وعثمان، وخلي لكم الاعتذارات لكم، لا كان مرغما على أمره، لا استعمل التقية، لا شو كمان، أراد الحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين، إلى آخر ما عندكم من اعتذارات واهية. المهم أفعال الله إذا أراد لهم أن يأموا مكن لهم كما مكن الله لنبيه. أنا أرسل هذا النبي ومكن له، فأما أن أعتقد أنهم مصدر ثاني بعد القرآن هم السنة، لا، هم الذين كانوا يوصون باتباع السنة كما في كتاب الكافي من روايات عديدة، كانوا يوصون باتباع السنة
لذلك أنا أقول العترة إذا أرادوا أن يأخذوا بالسنة من أين يأخذون؟ أليس من سنة رسول الله؟ طيب ليش تريدون منا أن نذهب إلى العترة؟ بعدين هذا مصدر غير مباشر، لأن المصدر المباشر للسنة هو نفس المصدر المباشر الذين أخذنا منهم القرآن، فاللي أخذنا منهم القرآن أخذنا منهم السنة، هذا مصدر مباشر. أما أن تنتظر الأمة حتى يجي جعفر الصادق ويروى عنه، والروايات عنه ما أكثرها، مع أن الذين رووا عنه كان هو بالمدينة وما له علاقة بالكوفة، ما له علاقة بالكوفة، ولا شاف مشايخها ولا شاف رواتها، ففي مشكلة هون. فأنا أعتقد بحديث الثقلين، أولا روايات الثقلين روايات كل رواية منها لا تخلو من علة أبدا. أما رواية مسلم اللي هو فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فهو للتذكير وبخشية الله وباتقاء الله من الوقوع فيما وقع فيه نوعان من الناس، أو يمكن نوع واحد، فعملوا الشيء ونقيضه، عبادة جزء من أهل البيت، نعم، والأكل بأهل البيت، ولملمة الفلوس بأهل البيت، كيف؟ وسب الجزء الآخر من أهل البيت. الحمد لله نحن عملنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحن عبدناهم ولا أكلنا الأموال باسمهم ولا سبينا جزءا منهم. أما الشيعة ما فعلوا، ما طبقوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل عبد العزيز اللي قلت لك. طيب شكرا. أولا نحن لم ولن نعبدهم أصلا، بل نتبعهم كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لنا بأنهم عصمة لنا من الضلال. أما بالنسبة لقولك أن زوجاته من أهل بيته، أنا أتمنى منك أن تراجع صحيح مسلم لما قالوا عن نساء النبي هل يجوز عليهن الصدقة، قال لا، لأنهن ليسوا من أهل بيته. فأنا إلى الآن لم أسمع منك جوابا، أنت تقول الشيعة تعبد أهل البيت، وهذا لم يكن السؤال، كان السؤال حسب الحديث الصحيح المتواتر تواترا معنويا عندكم بهذا المعنى، ولم تجب بل جعلت الإجابة على مفهوم الشيعة. اترك عنك الشيعة الآن، أنت ماذا تفهم من التمسك بكتاب الله وبعترة النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لمفهوم السنة؟ أنا لا أتكلم الآن عن الشيعة، أنا وفقا لمفهومك، هل هذا يعني أن التمسك بهم عصمة من الضلالة أم لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن عندك رأي آخر؟ تفضل لك المايك. أنا كنت أظن أنك تستمع لما أقول، لكن يبدو لي أنك لم تستمع، يبدو لي أنك لم تستمع، وهذه مصيبة. يعني إذا أنا جبت ثم يأتيني بعد ذلك ويقول أنت لم تجب على السؤال، أجب على السؤال. طيب جاوبناك على السؤال. لا، سؤالك ما عجبني، جوابك ما عجبني. جوابك ما عجبت، شو بعمل لك؟ قلت لك، سألتني عن مفهومي من لفظ الثقلين أنه أتقي الله في الثقل الآخر، وأنتوا ما عملتم بوصية رسول الله لا في الثقل الأكبر ولا الأصغر. أما الثقل الأكبر قلت عنه محرف، أما الثقل الأصغر فقد عبدتموه، مش أنتوا عندكم عبد حسين وعبد الزهرة وعبد علي وعبد الأمير وعبد المهدي وعبد الولاو؟ مش بس هيك، لو فرضنا تسمية بيقول واحد قصده الخادم، ما أنتوا عم ترفعوا أيديكم عند وقوع الضر، يا علي
يا زهراء. إذا اجتمع التعبيد بالاسم والتعبيد بالفعل والاستغاثة بطلب كشف الضر، كشف الضر ودفع البلاء وجلب الرزق وتدبير الأمر، وأنهم يسمعونكم أينما كنتم وفي أي وقت جاهزين، أبوابهم مفتوحة. أي نعم. وبيروح الناس على الحاج بيقولوا لبيك اللهم، بترموا لبيك اللهم، تتمسكوا بلبيك حسينهم. الناس عم يقولوا لبيك اللهم، وحضرة الشيعة عم يقولوا بالحاج لبيك حسينهم. كيف عم تقولي ما بتعبدوهم؟ كيف عم تقولوا ما بتعبدوهم؟ عم تعبدوهم. ألستم تقولون أيضا هو الأسماء الحسنى؟ ألستم تقولون أنهم جزء من نور الله، خلطهم الله بنفسه وأفضى إليهم من نوره، فهم أنوار قبل أن يقولوا بشر من لحم ودم، كانوا من نور بعدين صاروا لحم ودم. ولو ألستم تقولون يا الله، شوف هذا توحيد، عم يقولوا يا الله. ايه حتى نكمل وطولوا بالكم، لا فرق يا رب بينك وبينهم، انت وياهم واحد زي بعضكم يا الله، زي بعضكم انت. هذا شرح دعاء رجب على فكرة، وهو دعاء مقدس عند الشيعة، دعاء مقدس. لا فرق بينك وبينهم، نحن تأتينا حالات، نحن هو وهو نحن، أنا أنت وأنت أنا. هذا اللي بتقولوه أنتو. قال بيقول لا نحن لم نعبدهم. شو ما بتعبدوهم؟ لك تعبدتوهم وخلصتوا، عبدتوهم وخلصتوا. ايه اه تفضل لحظة شوي حتى نسمعك. اه وعلي لاهوت الأبد، علي لاهوت الأبد. ومن دعاء الندبة الشريف، شريف، لا أخذتكم لا إلى يمين ولا إلى يسار. ما شاء الله، ما شاء. هذا هو حديث آل محمد. الله أكبر، الله أكبر. عجل خلصنا. الرواية الرابعة باب النوادر من الجزء الأول، خلصنا من كتاب الكافي الشريف جوامع التوحيد. هناك الرواية الرابعة عن معاذ، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قول الله عز وجل، وبعبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال نحن والله الأسماء الحسنى. يا عيني على مذهب العترة، نحن والله الأسماء الحسنى. تمسكوا بالثقل الأصغر يا عالم، يا عالم تمسكوا بالثقل الأصغر. شو هني؟ اللي هني الله وأسماؤه، اللي هني أسماء وحياة الله، هني أسماء الله. هتمسك بالثقل الأصغر. خلينا نكمل. تفضل اجري بحديثك، تفضل. التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. يا عيني، خلاصة الكلام. أيوة هذا روبن هود. أيوة، في جملة، الشواهد طبعا كثيرة، هذه كلمات فقط، خلاصة الكلام في جملة. إذا أحسست أنك تترفع من ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع ذكر الله، السؤال إن أئمتنا يقولون إن لنا مع الله حالات، الحديث وإن كان ما مكتوب بشكل دقيق، ثم أنهم هم وجه الله، هني وجه الله، وبالتالي كيف نفهم أنهم قتلوا واستشهدوا؟ يا عيني عليك، يا عيني عليك،
معناتها وجه الله مات. وجه الله مات. نحن وجه الله. نحن يد الله. شو صار بيد الله؟ تعفنت. صارت تراب. هيك إذا الله بتكون. نحن وجه الله. شو صار فيها الوجه؟ صار تراب. وجه الله صار تراب. نحن عين الله. شو صار فيها العين؟ أكلت دود. عين الله بتأكلها الدود؟ أخرب بيتكم. عين الله بتأكلها الدود؟ فيقوا فيقوا فيقوا. يحوى عم يقول لنا حالات مع الله، نحن هو وهو نحن. هذا اللي عم يقولوه. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. بس هذا هو الفرق. كل المطلب نايم في هذه عبادك منى. بعضهم يتصور يقول مولانا لا فرق بينك وبينها، وبعد شنو بقيت؟ صار الله مولانا لا فرق بينك وبينها. حتى كمان الحيدر عم يتعجب، عم يقول صاروا الله. شو بعد شنو لا فرق بينك وبينهم؟ شو بعد في فرق؟ قال جاي يدعوني إلى مذهب العترة. هيدا مذهب العترة؟ لك هيدا مذهب إبليس؟ هيدا اللي بده إياه إبليس؟ تفضل تفضل، المايك معك يا عبد العزيز. طيب شكرا. أما مسألة القول بالتحريف القرآن، أنت تعلم علم اليقين بأن الشيعة يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، حتى وإن وردت رواية هنا وهناك فلا قيمة لها عندنا البتة، بل نضرب بها عرض الجدار. والأئمة قد بيّنوا هذا المعنى بأحاديث متواترة جدا بعدم الأخذ بأي رواية مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى، وكلنا نتعبد بهذا الكتاب وليس عندنا غيره أبدا. أما بالنسبة لقولك عن التوسل والاستغاثة، فاتفق كل المسلمين بلا استثناء ما عدا من يدعون السلفية بجواز التوسل والاستغاثة، وأحاديث على ذلك كثيرة جدا. أما ما قلت قبل قليل بالنسبة لي يد الله ووجه الله، هذا حديث صحيح عندكم في البخاري يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كان كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، وإن سألني لأعطينه، ولئن سألني إلى آخر. طيب عن إذنك، إذا لأنه دخلت بموضوع التحريف ودخلت بموضوع التوسل، وحدي 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 وحدي. أين أما موضوع التحريف، فأنت تقول أن مشايخكم قالوا اضربوا بالروايات عرض الحائط. لا، مشايخكم قالوا موثق. مشايخكم قالوا رواية أنه القرآن اللي نزل به جبرائيل 17,000 آية رواية صحيحة. شفت شو قال عنها المجلسي في مرآة العقول مجلد 12 صفحة 525، قال الرواية موثقة، وقال وهذا الخبر وغيره كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. تفضل. شوف، بدك تحكي بدك تكون تتكلم بدليل، كيف؟ أما كل ما تتكلم تأكلها ضربة بدليلنا، تكون عم تحرق حالك يعني أنت، عارف كيف؟ هذا موضوع التحريف خلاص. ولا لا لا تنسى ما قال القمي، قال ومنه على خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو على خلاف ما أنزل الله عز وجل. هذا ما قاله القمي في تفسيره.
هذا ما قاله القمي في تفسيره. نعم، قال: إن في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو محرف. شو بتقلي إنه لا ما نقول بذلك؟ هذا قول مشايخك. نعم، خلصنا من التحريف. الآن عندك تعليق على موضوع التحريف؟ تفضل، ثم إذا تريد نبحث موضوع التوسل جاهزين. تفضل، مايك معك. طيب، صلي على محمد وآله وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للرواية الموثقة، فهي موثقة من ناحية السند. أنت تعلم أن مباني الشيعة لا تقبل الرواية مجرد أن سندها موثق، أي رواه ثقة عن ثقة، وليس عدلا أصلا، حتى أنها ليست رواية صحيحة بل موثقة أيا كان. وإن كانت صحيحة، وإن كان الرواة عدول، فهي تخالف ما أجمعت عليه الطائفة وما ورد عن أهل البيت، أن كل ما هو مخالف لكتاب الله فيضرب به عرض الجدار، ولا قيمة لمثل الأخبار التي ترد بهذا المعنى، لأنها مخالفة للأصل العام، وهو بأنه أي رواية مخالفة لكتاب الله لا ينظر إليها ويلتفت عنها. ونحن الآن كأوساط شيعية، أنا شيعي وبين عائلتي وكل جماعتي، لا أحد يؤمن بتحريف القرآن أصلا، والله لا يعلمون أن في كتب الشيعة هناك روايات تدل على هذا المعنى، وكلنا نتعبد بكتاب الله، هذا أمر مفروغ منه، لا أحد يؤمن بها. هذه المسألة نتجاوزها، لأننا فعلا واقعا والله لا أحد من الشيعة يؤمن والعياذ بالله بتحريف كتاب الله تعالى. فما ورد، ما أي رواية ترد هنا وهنا تضرب بعرض الجدار لكلام الأئمة أنفسهم بأنه ما جاء مخالفا لكتاب الله فلا يؤخذ به. هذه من قواعدنا، لا نلتزم فقط بصحة الإسناد، بل لنا مباني أخرى غير الإسناد. أما بالنسبة لمسألة الاستقاطة، إن أردت فلا بأس في ذلك، تفضل لك المهم. يعني مهمة العترة أن يقولوا كلاما مخالفا للقرآن مع أنه معصومين، ومهمة الشيعة من بعد هون أنه يضربوا بكلامهم عرض الحائط. مهمة الشيعة بعد المعصومين أن يقولوا الرواية صحيحة، يعني المعصوم مع عصمته كفر، المعصوم بالرغم من عصمته كفر، شيء عجيب جدا. المعصوم بيقول لك شو؟ أي شيء بيجي عني أنا مخالف القرآن ارفضه، بس أنا ممكن أقول كلام كفر، أنت غير معصوم، بس أنت اللي بتدقق على كلامي أنا المعصوم. أنت اللي بتدقق على كلامي، أنت انتبه، خليك ذكي، ما تكون مثلي أنا أحمق معصوم، معصوم وأحمق، لا، أنت خليك ذكي، أنت مش معصوم، بس أنت مهمتك إذا أنا المعصوم كفرت، شو بتعمل أنت؟ بترمي الروايات اللي ثبتت عني وموثقة أني أنا كفرت فيها، نعم، وبترمي بها عرض الحائط. يعني خليك أنت الآن بهذا الكلام تورط نفسك، هذه واحدة. ثم المجلسي لم يصحح فقط يا أستاذ، المجلسي قال: وهذا دليل على أن الخبر وغيره كثير من الأخبار الصحيحة صريحة، يعني ظاهرة واضحة، في نقص القرآن وتغييره. يعني كيف بتقلي إنه لا، هذه على مبنى التصحيح، لكن لا يعتقدون بذلك؟ هذا هو عم يقول لك الرواية صحيحة وتؤكد عقيدتنا بأنه القرآن ناقص ومغير، بل يقول: الأخبار مستفيضة بأنه سقط من الآيات أشياء كثيرة، ولذلك يكرر هذه العبارة دائما في كتابه، في كل كتبه. التأليف يخالف التنزيل، التأليف يخالف التنزيل، كما في بحار الأنوار مجلد 20 صفحة 57. يعني ما معقولة، يعني في، يعني باردون، يعني في شيء غلط يعني. ثم يقول:
فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار أصلا. يعني إذا ضربنا كما أنت تقول، إذا ضربنا بهذه الأخبار عرض الحائط، مضى عندنا أحاديث معتمدة. الله أكبر، بتجي أنت حضرتك تداخل معنا حتى تورط مذهبك. أنت الآن عم بتورط مذهبك. ولذلك يقول المازندراني، يقول أن وقوع التحريف في القرآن متواتر عندنا، متواتر عندنا. هذا اللي عم يقول المازندراني في شرح أصول الكافي، تحريف القرآن متواتر عندنا. كيف واحد بيدخل مذهبكم؟ كيف نصراني يدخل الإسلام عن طريقكم وكتبكم مليئة تقول القرآن محرف؟ أنتم جعلتم عذرا للنصراني يوم القيامة لو سئل أمام الله، لماذا يا أيها النصراني ما أسلمت؟ فيقول: يا ربي، لأنه المسلمين الشيعة عندك قالوا القرآن محرف فتوقفت، لأنه قالوا القرآن محرف. عارف كيف؟ نعم، اتفضل. إذا عندك تعليق اتفضل، أهلا وسهلا بكم. طيب، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنت يبدو أن فهمتني خطأ. الأحاديث التي وردت عن أهل البيت ما كان مخالفا لكتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، المراد به ليس ما ورد عنا، ليس ما نحن قد بيناه للشيعة، وإنما هذه معايير لصحة الأخذ بالرواية. مثال: الآن صدرت رواية ما مخالفة لكتاب الله، الإمام أراد أن يبين بأن إن كان هذا الكلام الذي تكلم به عني إن كان مخالفا لكتاب الله فلم أقله، هذا المراد، وليس المراد بأن هذه الرواية قد صدرت منه وهي مخالفة لكتاب الله. أما بالنسبة لقولك بالتواتر، أنا الآن لست طالب علم، لكن ما أعلمه يقينا بأنه ليست هناك رواية واحدة بالتحريف قد تواترت. التواتر الذي تكلم عنه المجلسي هو بالأخبار وليس بخبر واحد، فلا يمكن أن نطلق على هذا بالتواتر بتحريف القرآن الكريم. تواتر خبر، يعني مثلا لا يوجد حديث واحد تم فيه التواتر على تحريف الكتاب، وإنما ورد خبر هنا وهناك، ولم يثبت منهم إلا حديث واحد فقط وموثق وليس صحيحا وهو مخالف لكتاب الله، فلا يمكن أن نلتزم به أبدا. وكما وردت روايات أخرى كذلك متواترة بأن ما ورد من الأئمة أو ما نقل عن الأئمة مخالفا لكتاب الله فيضرب به عرض الجدار. تفضل لك أمي. يا عمي، لست أنا الذي قلت أن الرواية متواترة؟ العديد من الشيعة قالوا أن الروايات مستفيضة ومتواترة، لست أنا. في مقدمة الصف يقول الروايات مستفيضة، المجلس يقول متواترة، مش أنا. ما بصير، يعني عم تحاسبني أنا بدل ما تروح تحاسب المجلسي والذين يطبعون كتاب المجلسي، بتحاسبني أنا. بعدين، هل توجد رواية ولو واحدة صحيحة في كتاب الكافي؟ تفضل، أرجو أن تجيبني على هذا السؤال. تفضل، هل توجد رواية صحيحة في كتاب الكافي؟ طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا توجد روايات وليست رواية واحدة، بل الروايات التي صحت عن الكافي أكثر من
ما أخرجه مسلم والبخاري، ولك أن ترجع إلى المجلس وإلى غيره من صحح الروايات التي وردت في الكافي. أما بالنسبة لي التواتر فقلت لك ليس المعنى بأن تواتر حديث معين، وإنما أخبار بكل خبر يختلف عن الخبر الثاني، فلا يمكن أن نقول بالتواتر بالمعنى الذي أنت تبينه للمستمعين. تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أستاذ عبد العزيز، الرواية التي يكون فيها راوي يعتقد بتحريف القرآن بتصير ضعيفة على مبناكم ولا صحيحة؟ تفضل أخذ لك مثلا في رواية، لكن أحد رواة هذه الرواية معروف بأنه يصرح بأن القرآن محرف وقع فيه التحريف، شو حكم الرواية هاي؟ بتصير ضعيفة عندكم ولا صحيحة؟ تفضل أخذ لك. طيب ثبت الأصل ثم انقش. أول بين من هو الراوي، ثم قل بأنه هو من قال بتحريف القرآن، ثم عدلوه علماء الجرح والتعديل عندك. تفضل لك المايك. لا، هو أولا نأتي بالتأصيل ثم بالتمثيل، مفروض ما تتحاشى الرد. يعني واحد مثلك مثلا عنده ثقة بنفسه بأنه كل ما خالف كتاب الله نضرب به عرض الحائط، مفروض يكون جوابه فورا نعم، إذا كان هناك من يعتقد بالتحريف نعم فروايته ضعيفة. هل نتفق ولا حتى هذه تجادلني عليها؟ يعني أنت الآن سوف تضرب بمصداقيتك أمام الناس إذا جادلت عن هذه. أنت الآن مفروض أمام الناس تقول نعم كل من قال بالتحريف نعم فروايته لا مصداقية لها عندي. عرف كيف؟ تفضل أجبنا على السؤال. طيب اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا طبعا بالنسبة لي لا أقبل من كان يعتقد اعتقادا، طيب أنا وصلتني دعوة، يعتقد اعتقادا بأن كتاب الله محرف وتقبل روايته، لكن لربما من قال بأنه ثقة من علماء الشيعة لا يعلم أو لم تصله أم لم تثبت لديه بأنه قال بتحريف القرآن، فهناك طيب أنا أتمنى من الأخوة يعني اللي عنده معلومة كيفية إغلاق الخاص، لأن الكثرة الخاص عندي، فأتمنى إبلاغي كيفية إغلاق الخاص. تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على قول الكاشاني أن الظاهر من ثقة الإسلام، ثقة الإسلام الكليني، أنه كان يعتقد بالتحريف والنقصان في كتاب الله، وكثير من مشايخ الشيعة استدلوا بأنه كان ما يرويه كان معتقدا بصحة ما يروي، لا سيما أنه كتب كتابه في عصر الغيبة الصغرى، نعم في عصر الغيبة الصغرى، يعني مش الغيبة الكبرى، لا الغيبة الصغرى. وبالتالي إذا كان الكليني يعتقد بتحريف القرآن كما صرح بذلك الكاشاني، كيف تقول هناك رواية واحدة؟ إذن اللي جمع كتاب الكافي معتقد بتحريف القرآن فيبطل كل ما في كتاب الكافي بناء على اتفاقك معي على هذا التأصيل.
أنت الذي وافقتني على التأصيل، وأنا أتيتك الآن بشهادة مراجع الشيعة بأن الكليني كان يعتقد بما يروي، وأنه هو وشيخه علي ابن إبراهيم القمي كانا يعتقدان بتحريف القرآن، وذكرت لك كلاما من تفسير القمي في مقدمته يصرح بأن في القرآن على خلاف ما أنزل الله، وفي القرآن الآن ما هو محرف. وبهذا بناء على ما اتفقنا عليه أنا وأنت، بطل كتاب الكافي، ما فيه ولا رواية صحيحة، لأن الذي جمع لكم كتاب الكافي معتقد بتحريف القرآن. تفضل الله قتلك. طيب اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، هذا الكلام غير صحيح. الكافي بنفسه ذكر في مقدمته بأن ما جاء مخالفا لكتاب الله واستشهد برواية الأئمة فاضربوا بها عرض الجدار، هو بنفسه قال هذا الكلام، فهو بنفسه لا يرى بصحة كل ما جاء فيه، هو كان ناقلا للأخبار مع ذكر أسانيدها. يعني هذا الكلام لا يعقل، لأن الشخص بنفسه قد نفى بأنه يؤمن بكل ما جاء بكتابه. تفضل لك المايك، ونتمنى أن تجيب على مسألة حديث النوافل. تفضل لك المايك. إن شاء الله نأتيك به. خلينا نشوف ماذا قال التهم التي استندوا إليها، وهي واقعا من الأدلة التي في بادئ النظر تعد من الأدلة القوية، وهي شهادات أصحاب هذه الكتب أنهم لا ينقلون إلا الصحيح. الكليني، الطوسي، الصدوق شهدوا في مقدمة كتبهم الأربعة أنهم لا ينقلون إلا الصحيح وإلا المشهور وإلا المجمع عليه وإلا وإلا. أما الشيخ الصدوق قدس، أما الكليني قدس الله نفسه في مقدمة الكافي فعبارته جد واضحة أعزائي. هناك في الصفحة في الجزء الأول أعزائي صفحة 16 يقول: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. التفتوا جيدا، إذا الكتاب فقه أصغر لو أصغر وأكبر، ها، كل فنون علم الدين، عقائد، فقه، أخلاق، كلها موجودة. ها، طلبوا منه ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل. التفتوا جيدا، ويأخذ منه من يريد علم الدين. التفت جيدا. إذن هذا الكتاب، خلوا ذهنكم يا أعزائي، جيدا، خلوا ذهنكم، وهذه القضية عادة ما يلتفت إليها، ولهذا وجدت أن البعض بدأ يرد علي واقعا من غير معرفة المباني، عادة ما يلتفتون إليها. أعزائي، هل كتاب الكافي كتاب حديث لو كتاب فتوى؟ واسمه الكافي المشهور الآن بيننا شنو؟ كتاب حديث. الجواب كلا وألف كلا. الكافي ما يعتقده الكليني وضعه في الكافي. وهذه يصرح بها الشيخ الأنصاري أعزائي، ويصرح بها جملة من الأعلام
يقولون إذا أردتم أن تتعرفوا على آراء وفتاوى آراءه في العقائد وفتاواه في الفقه فانظروا إلى عناوين الأبواب، هذه العناوين هي آراءه وفتاواه. ليقول لنا قائل والله نقل روايات تحريف القرآن وهو غير معتقد بها، لا 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 أبدا أبدا أبدا. وهكذا في أبواب أخرى وهكذا في أبواب. وإلا لو كان يريد أن يجمع فقط كتاب حديث أعزائي كان لابد أن يكتب لنا مو فد بحار، يكتب لنا 5 بحار، لأن الكتب الحديثية الموجودة بيده أضعاف ما كان موجود بيد من؟ بيد العلامة المجلسي. لماذا انتخب هاي الروايات؟ تقول في الباب الواحد ينقل روايات متعارضة، الجواب لأن مبناه إذا تعارضت هو التخيير خلص، لأنه تم عنده دليل على صدور هاي الرواية وما يعارضها طيب لعله في هذا كفاية الآن. أرجو من الإخوة الأدمينية وأقولها آسفا يعني تنقيط من يسيء بحق ضيوفنا الشيعة، ونحن مع أننا نعتقد أنهم رافضة لا نستعمل اللفظ هذا الآن تخفيفا لخطاب الدعوة. أرجوكم هذه الإساءة تكون لي أنا، لأني أنا لما يأتيني شخص وأرد عليه وأعطيه المايك معناته أني أحترمه وهو يحترمني، والإساءة لضيفي والله لو كان بوذيا هي إساءة لي. هذا ما تقتضيه مروءة الإسلام، هذا ما تقتضيه مروءة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخلها لم يقل فقط إذا دخل أبو سفيان بيته فهو آمن، ولكنه قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مش بس أبو سفيان. فأرجو التأدب وتحت طائرة التنقيط، وإن كان سنيا لا نسمح أثناء الخطاب الدعوي ووجود ضيوف عندنا، إن شاء الله لو كانوا يهود لا بد من الاحترام والاحترام المتبادل تهيئة للجو الدعوي من دعوة واستجابة. مشكلة والله، واحد يدخل الآن الروافد بهائم. طيب ماذا فعلت الآن؟ دعوتهم أم ساعدت الشيطان على صدهم عن السبيل الحق؟ تفضلوا الآن المايك معكم. تفضل يا أستاذ عبد العزيز، الآن عندك مشكلتان. خالفت المراجع الذين يصرحون بأنه فعلا، لا سيما وأن الجيل الأول ممن كانوا يعتنون بالحديث لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والضعيف، كانوا أخباريين، كانوا أخباريين. أما الأصوليون فهم جماعة متأخرة. نعم. ثم الكليني نفسه صرح بأنه طلبت سألت أن يكون لديك كتاب كاف في الصحيح فجمعت لك ذلك. أين العبارة التي نسبتها إلى الكليني وأنه قال فيها ما كان في كتابي هذا من حديث ضعيف فاضربوا به عرض الحائط؟ أعطيني إياها. زعمت أنها في مقدمة الكافي، أعطينا إياها لو سمحت. تفضل الله لك. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمقولة أن الكافي يكفي الشيعة وأنه قد جمع فيه العديد من الأمور الفقهية، نعم صحيح، بل أن الكافي يكفي لكل الشيعة، لأن أنت تعلم الأبواب التي بوبت في هذا الكتاب والأحاديث التي سطرها في كتابه تكفي لكل الشيعة، لكن ليس المراد فيها بأن كل ما ورد فيها صحيح حتى بالنسبة للكافي نفسه.
أنا والله ثم والله ثم والله أنني قرأت بنفسي في مقدمته بأنه استشهد بروايات أهل البيت. أنا للأمانة ترى مناسبة دي أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات لم أدخل البالتوك، يعني حتى أشعر أن طريقتي في الأداء يعني ليست يعني حتى الاستعداد. أنا الآن أتكلم من الحافظة فقط الذاكرة، فأنا لا بأس أن أبحث لك عن الكتاب وأتي بكلام الكليني الذي ذكر فيه في مقدمته بأنه ما كان مخالفا لكتابه فلا ينظر، ما كان مخالفا لكتاب الله فيضرب بها عرض الجدار، واستشهد بروايات أهل البيت بهذا المعنى. ثم لو سلمنا جدلا بأنه يؤمن بكل ما أتى به فكيف يذكر الخبر ويذكر نقيضه؟ فلا يعقل حتى منطقيا بأنه كان يؤمن بكل ما جاء به في كتابه، وإنما كان ينقل الأخبار التي وردت إليه بكل أمانة، لأنه كان يذكر الخبر ويذكر نقيضه في نفس أو في الرواية التي تحتها مباشرة. فلا يوجد عاقل يقول بأنه يؤمن بكل ما جاء به أبدا. تفضل لك المايك. أما قولك بأن الكليني ذكر أن ما لم يثبت في كتابه من الروايات تضرب به عرض الحائط، فأقول لك من الآن واذهب وابحث، لا يوجد شيء من ذلك، لا غير موجود. ثانيا، المجلسي لما تكلم عن سبب التصحيح والتضعيف قال إنما أفعل ذلك للترجيح، يعني هل لتبيين أي رواية أقوى من الأخرى؟ بس إذا قال أن هذه رواية ضعيفة فهو ليبين فقط، ليبين ماذا؟ ليرجح فقط أنه هذه الرواية أرجح من تلك فقط. نعم، فهذا هذا هذا الذي ذكره المجلسي، هو قال أنه إذا وجدت رواية ضعيفة في كتاب الكافي، نعم، إذا ضاعفتها فلبيان ترجيح الرواية الأخرى عليها فقط، ليعرف الناس أي الرواية أرجح من الثانية أكثر صحة فقط، ليس لعدم الأخذ بها. هذه ناحية. إذا انتهينا الآن إلى أنه خلاص موضوع ال موضوع ال موضوع التحريف ثبت، وللأسف يمكن أنت جاي فجأة وتعتذر أنه لست يعني مجهزا نفسك. إن شاء الله روح إن شاء الله وتعال جيب أدلتك وتعال ونحن جاهزون إن شاء الله. طيب، نعم أحسنت، هذا كلامه، نعم هذا كلام المجلسي. طيب، إجابة على سؤالك، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أفيدك علما بأن الخميني يستدل بهذا الحديث لإثبات أنه الله ومخلوقاته شيء واحد، يعني هذا شر من عقيدة لا فرق بينك وبينهم، لأنه عم يقول الرواية هذه شرح الزيارة الجامعة، يقول إنه أنت ما في فرق بينك وبين 12. الخميني يقول ما في فرق بينك وبين كل البشر، حتى من ضمنهم أبو جهل وأبو لهب وفرعون، الكل واحد، الكل واحد. شوفوا، يعني عقيدة وحدة الوجود شر من عقيدة الشيعة. عقيدة وحدة الوجود أنه الكل واحد، بحيوانات، خنازير، كلاب، حمير، كلهم الله،
كلهم. وهذا شر ممن يعتقد أنه لا فرق يا الله بينك وبين 12 واحد. فالخميني يستدل بهذا الحديث للقول بوحدة الوجود، أن الخالق والمخلوق شيء واحد. أما الحديث بالنسبة لنا وهو الذي رواه البخاري، ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن دعاني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث كما قال ابن كثير وغيره من شراح الأحاديث وحفاظ الدين، قالوا هذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وفي حديث أنس، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، يعني كل هذا متعلق بتأييد الله له. فالله سبحانه وتعالى يؤيد حواسه فتصير لا تحب أن، فيصير الإنسان بحواسه لا يحب أن يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يحب أن يرى إلا ما يحبه الله، ويكره ما يكره الله رؤيته، ويكره سماع ما يكره الله سماعه، وهكذا، ويكره أن تمس يده ما يكره الله عز وجل، ويكره أن تمشي رجله بما لا يرضي الله عز وجل. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. فالحديث يتناول التوفيق الرباني لحواس العبد من سمع وبصر، وهذا بعيد كل البعد عن عقيدة وحدة الوجود التي يعتقد بها الخميني، ويشرح بسببها كتب ابن عربي الزنديق الذي يقول: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، فتارة أقر به وفي الأحيان أجحده، فيحمدني وأحمده ويعبدني، يعني الله بيعبد ابن عربي، ويعبدني وأعبده. وقد شرح الخميني كتاب فصوص الحكم لابن عربي، وهذه الأبيات من كتابه فصوص الحكم صفحة 83 و84. إذن ماذا بقي عند الشيعة؟ ما بقي عندهم شيء إلا أن يتوبوا إلى الله، ويعلموا أن مذهبهم باطل من الأساس، وأنه على مبنى وقواعد أهل الحديث ونقاد الحديث ونقاد الراوي والمروي، أن من اعتقد بتحريف القرآن لا يمكن أن نقبل منه حديثا. وعلى هذا المبنى وعلى هذه المقاييس والمعايير يبطل كتاب الكافي تماما، ويحرم أخذ رواية واحدة منه. وبالله التوفيق. أشكرك أيها الضيف المحترم عبد العزيز، وإذا كان هناك من يريد أن يسأل من الشيعة فليتفضل. نعم الكلام لك يا تركي، وأهلا وسهلا بك يا أيها الضيف الكريم. في معاوية ابن أبي سفيان، فهل يا شيخ إذا أنا كزيدي المنهج أو شيعي المذهب أأخذ بأقوال ما يقوله بعض علماء السنة من شيوخ البخاري، مثلا عبد الرزاق الصنعاني وعبيد الله بن موسى الكوفي وإلى آخره من هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء، ويقوموا مثلا بلعن أو بشتم معاوية بن أبي سفيان، فهل أكون أنا هنا اتبعت السنة أو علماء السنة في هذا المجال، أم أكون خرجت عنهم؟ أتمنى الإجابة على هذا السؤال، مع أن عبيد الله بن موسى الكوفي العبسي أنا يقول لفظا في لعن معاوية أفظع من لفظ الشيعة، بحيث يقول
لعن الله معاوية ولعن من لا يلعن، فهذا القول أخطأ من قول الشيعة. تفضلوا لكم الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بالنسبة للمذهب الزيدي فهو مذهب الآن أشبهه بالطفل عم يرضع من ثدي إيران. المذهب الآن في ورطة. المذهب كالطفل جالس بحضن أمه عم يرضع منها حليب. فالمذهب الزيدي الآن في هذا الطور، نعم، وهو متورط الآن بتوريط إيران سياسيا له ودفعه إلى الطائفية، لأنه إيران الآن عندها حشد طائفي شديد منتشر في عدة بلاد. وللأسف الشديد المذهب الزيدي الآن متورط في ذلك، وسوف يأتي وقت، وأنا أقولها لكم الآن، سوف تتورطون وتتخلى عنكم إيران وتنشغل بمشاغل أخرى كما انشغلت قريش بالريح التي سلطها الله عليها فهربت، وتركت اليهود داخل المدينة يلقون مصيرهم المحتوم حقيقة. هذا ما يجري الآن. والزيدية الآن حتى مع وجود إيران وقوة إيران لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يصمدوا تجاه ما يجري معهم، فكيف إذا انشغلت عنهم إيران؟ سوف تكون ورطتهم شديدة، وهم المسؤولون عما سوف يجري عليهم من انتقام الناس الذين ظلموا بسببهم. اليمن اليوم تتعرض لأكبر وأخطر مجاعة لا تقل خطرا أبدا عن المجاعات التي نراها في الصومال وفي أفريقيا. كل ذلك بسبب الجشع والغطرسة المجوسية الفارسية الإيرانية. على كل حال، أما الرواية التي ذكرتها فلم أقف عليها. وأما الطعن في معاوية فنحن عندنا أشخاص وقعوا في هذا الأمر ولم نخرجهم من الإسلام، بل منهم من أخذنا عنه الرواية، معروف له موقفه من معاوية. نعم، لكن لما يصير الأمر مذهب خاص وله مصادره اللي أصلا لم تثبت أصلا أيضا، نعم، فهذا حينئذ نقول أن هذا المذهب صار مذهب بدعي. ونحن عادة لم نخرج الزيدية من دين الإسلام، فنقول هم إخواننا، هم مسلمون، هم أقرب فرق الشيعة إلينا، نعم، ولا نزال نذكر لهم مواقفهم من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن موقفهم منهم أفضل من موقف الرافضة ومن موقف الإباضية، فإن الإباضية تكفر عثمان وعلي، بينما الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، والزيدية لم يقعوا في هذا، فموقفهم من أبي بكر وعمر موقف جيد، وإن كانوا يرون أن عليا أولى منهم بالخلافة، وهو عندنا غير صحيح. أما بالنسبة للطعن في معاوية فنقول هذا يعرض اللاعن لأن تقع اللعنة النبوية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه: من سب أحدا من أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأي اللاعنين أهم عندك؟ الذي ذكرته أنا لا أعرفه، أم لعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترك الإجابة لك. تفضل، لقت لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا الموضوع يا شيخ الذي تكلمت به بخصوص الزيدية وما هم الزيدية، ثم
الكلام في الزيدية في بعض النقاط التي طرحتها هي بجهل وليس بعلم، أي بأنك لم تتحقق ولم تقرأ ذلك الكلام من كتب الزيدية ذاتهم، إنما نقلت مما ينقله غيرنا عنا، وهذا مخالف للأمر أو الموضوع العلمي الذي ينبغي أن يكون علميا بين متحاورين. هذه من جهة. من جهة أخرى، عندما أنا ذكرت أسماء فقلت عبيد الله بن موسى الكوفي فهذا من مشايخ البخاري، عندما ذكرت أبو دكين أو ابن دكين فهو مشايخ، عندما ذكرت عبد الرزاق الصنعاني فهو من مشايخ البخاري، ليس زيدية وليس إمامية وليس إثنى عشرية. فأنا كان سؤالي متمحور عندما لو اتبعنا مثلا هؤلاء فيما ذكروه عن معاوية بن أبي سفيان فإننا لا نكون منبوذين، بحيث أن أولا مداخلتك جائرة، قلت أنني نسبت إليكم شيئا مما سمعته ولم أقرأ كتبكم، أنا تكلمت كلاما عاما وهو معروف عن الزيدية، خطئني، قل لي أنت أخطأت في قولك كذا، لماذا تخطئني تخطئة عامة؟ ما الذي أخطأت في؟ حدد لي. أنا قلت أن الزيدية تعرف فضل أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنهم يرون تقديم أهل البيت عليهم في الخلافة. وين الغلط اللي غلطته؟ أنا تفضل جاوبني بس على هاي، ولا تطل لو سمحت، تفضل جاوبني على هاي، أين الخطأ فيما قلت؟ وإذا كان هناك خطأ فيما نقلت قل لي ما الذي نقلته خطأ. تفضل مايك معك. الآن يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فينا وإياك، أنتم تنقلون عن ما يقوله الناس عنا، ولستم تنقلون عن ما في كتبنا، بمعنى أنكم تقولون أن الزيدية يترضون ترضية هكذا في مسند الإمام زيد أو في غيره، يترضى على أبو بكر وعمر، بينما أنا أريد أن أطالب برواية فيها الإمام زيد من كتبنا نحن وليس من كتب الشهرستاني ومن كتب الملل والنعم، فيها ترضية. هذا ليس موضوعنا، هذا ليس موضوعنا. أنا موضوعي الأساسي هو حول التبرئة من معاوية بن أبي سفيان، هذا موضوعي الأساسي الذي أريد أن أتكلم معك به. فهل أكون أنا عندما مثلا أذم معاوية أو أذكر مثالب معاوية، هل أكون أنا خرجت عن السنة أم أكون لازلت باقيا في السنة؟ بالنسبة يا شيخ عندما أوردت حديث عليه من لعن من أسب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنا أتفق وأقول لعنة الله على من لعن صحابة النبي صلوات الله عليه وآله، ولكن لفظة الصحبة أو اسم الصحبة فهو مختلف فيه، بمعنى كيف أجعل أنا صحابيا يقول أن النبي 12 منافقا؟ هذا الأمر الذي دار به مناظرة كاملة بينك وبين الشيخ الأستاذ حسن بن فرحان المالكي لمدة 3 أيام، وكنتم فيه هزيلي المنهج وهزيلي الدليل في هذا الموضوع. الآن أتركك تجيب علي في مسألة التي ذكرتها على فقط مسألة عمو سرد حكايات وأشياء حدثت ما عندي وقت لها، ثم تبين لي الآن أنك تكذب، نسبت إلي أنني قلت أنهم يترضون عن، ما قلت، قلت أن موقفهم منهم معروف جيد، يختلفون عن الرافضة، هذا كلام عام، أين الخطأ؟ ما ذكرت لي الخطأ؟ والآن تذهب إلى المناظرة مع حسن المالكي وكانت هزيلة، ليش كل هالتفصيل هذا والتفريع؟ لماذا هذا التفصيل والتفريع؟ ما عندنا وقت. تقول أتفق معكم على كذا كذا، لكن هذا شيخ البخاري، وإن كان شيخ البخاري يا عم البخاري روى عن خوارج وهم معروفون بالصدق، لكن كان عندهم بعض البدع، لا وهذا من إنصاف الإسلام، يعني لا يخلو المسلمون من وجود أناس عرفوا بثقتهم بوثاقتهم فيما يرون، لكن عندهم بعض البدع وبعض الأخطاء. فإذا كان هناك من ابتلي ببدعة وهو معروف في صدقه ومعروف في أدائه فهذا أمر آخر. ثم الآن تنزيل اللعن على شخص بعينه هذا متروك لرب العالمين، هل أقيمت عليه الحجة، هل أخطأ وقلد شخص آخر أو اشتبهت عليه شبهة، أمر مرده إلى الله.
لكن بشكل عام الحديث واضح وأنت وافقتني عليه أن من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما بالنسبة لقولك أنه حسن المالكي كانت المناظرة معه هزيلة، أي نعم، فيظهر أنك كثير أنت تحب حسن المالكي وسميته أستاذا وهو مضحكا في الحقيقة، وهو الذي نسميه بالشيخ بالمتطور المتطور. تفضل تفضل اسمع. كما شيخ الإسلام لو تأملنا فيها تماما لوجدنا أنه لا شيخ للإسلام إلا الله عز وجل، وأن من وأن اكتب لي لو سمحت هل هذا كلام صحيح أن الله شيخ الإسلام؟ اكتب لنا لو سمحت يا تركي، اكتب لنا توافقني على أن الله شيخ الإسلام، اكتب لنا لو سمحت، إذا كنت موافق اكتب لي موافق لو سمحت. هل توافق هذا الأستاذ العظيم؟ اكتب لنا لو سمحت، ننتظر منك، اكتب أو خذ المايك يلا، بس حنرجع ناخذ منك المايك. لا 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 لا, لا. أنت أقحمت حسن المالكي، أجب على ما أقحمت نفسك فيه. هل من صفات الله وأسمائه شيخ الإسلام؟ تفضل المايك معك ولا تجيب عن شيء آخر أبدا عن هذا. تفضل لاقت لك. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ينبغي أن نرجع إلى الشيخ لنرى ما الذي يقصده بهذه الكلمة، ما الذي يقصده بهذه الكلمة. أنا لست أدافع عن حسن المالكي بمعنى أن كل ما عنده، لا، أنا ذكرت في حول النقطة التي ذكرتها الصحبة والصحابة، فذكرت أن هناك مواقف مطاطية. ربر يعني مطاط، مواقف مطاطية. أنا سألتك هل يوصف الله بأنه شيخ الإسلام أم لا؟ ما سألتك ما هي ملابسات قوله؟ دعنا منه، أنت الآن أعطيتك المايك حتى تجاوب. هل يوصف الله بأنه شيخ الإسلام ولا هذا خطأ؟ تفضل مايك معك. لا ابدا، لا يوصف الله بانه شيخ. شكرا. الإسلام ممكن خطا وقع فيه الشيخ حسن او الاستاذ حسن. تفضل. شكرا. والله انا احب اهل اليمن، يعني كيف وقعوا في هذه الورطه وهذه الدماء مع طيبهم، انا اعجب الله العظيم، مع انهم من اطيب الناس واهدأ الناس واكثر الناس خلقا، لكن مع ذلك سبحان الله. خلاص نترك حسن المالكي. يعني تتفاجأ بما أقول أني أتطور أنا يوميا، بصحة التعبير. يعني تتفاجأ بما أقول أني أتطور أنا يوميا، بصحة التعبير. مثل ما لماذا قال في الآية الأخرى إذ يقول صاحبه لا تكفر، إذ يقول صاحبه لا تكفر. هيك صار مضحكة. إذ يقول لصاحبه لا تكفر، هذا هو الشيخ، هذا هو الأستاذ. إذا حوارك في معاوية لماذا أقحمتنا بحسن، جايين تلمع حسن المالكي، ورط حسن المالكي يا مسكين، الآن جاي تلمع حسن المالكي، بهدلته اتشرشح. أنا بدي أعرف اللي قبله إجا ويدافع عن التشيع وورط التشيع، الآن حضرة الأخ، وأنا أقول الأخ لأني لا أكفر الزيدية، ما بتطلع من فمي مع الرافضة في حق الرافضة، الأخ الكريم الآن كمان ورط نفسه، ورط حسن المالكي. خلص ها طوينا كشحن عن حسن المالكي، ها انسى. الآن عبيد الله الذي ذكرته، هل يتنزل عليه الحكم العام بلعن من يلعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنشوف.
ما هو موقف أهل السنة بعموم؟ موقف أهل السنة الترضي عن معاوية. الآن معاوية صحابي وأنت لا تستطيع أن تنكر أنه صحابي. الآن لو سمحت تجاوبني، ماذا أمرك القرآن في حق معاوية وغيره؟ أنت الآن الجيل الثالث والذين جاءوا من بعدهم شو بيعملوا؟ بيلعنوا اللي سبقوهم بالإيمان ولا بيستغفروا لهم؟ تفضل الله قتلك. لا طبعا بالمنظور العام في معاوية بن أبي سفيان هو صحابي ليس جيد، وهو لا يدخل ضمن من سب أصحابي، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن نفق الصحبة قد يطلق على الصاحب الكافر وقد يطلق على الصاحب اللزم. فهنا رسول الله عندما قال لا تسبوا أصحابي فإنها الصاحب اللزم، أي الصاحب الذي المتبع من المتبعين وليس من المبدلين. معاوية مبدل في سنة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يقال أنه من الصحابة الأخيار. الآية التي أوردتها يقول أغفر لنا والإخوان الذين سبقونا في الإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا إلى آخر الآية، فإنها نعم على المؤمنين، نعم نقول كل المؤمنين من اليوم إلى 1400 سنة إلى خلق آدم، فإن هذا دعاءنا للمؤمنين. لكن في معاوية بن أبي سفيان معلش أنا كان ممكن أعطيك المجال بس كلامك إنشائي. أنت الآن نقلتنا من معاوية صحابي إلى معاوية كافر، بدي أعرف أنا، صار معاوية كافر أليس كذلك؟ معاوية كافر ولا لا يا تركي؟ معاوية كافر، خرج من الإيمان، خرج من الدين. ماشي طيب ماشي، تفضل لا قتلك. الآن قبل قليل اعترفت بأنه صحابي، عارف كيف؟ ثم قلت أنه صحابي كافر. كيف صحابي وكافر؟ بدي أفهم أنا، معلش علمني. تفضل لا قتلك. مرض. لا لم أقل أنه صحابي كافر، لم أذكر أنا مفردات الكفر، قلت صح. حتى يزيد ترى عندي من المسلمين ليس من الكافرين. ممتاز. يزيد عندي مسلم ليس كافر. ممتاز. واضح. فمعاوية عندي من الذين بدلوا، من الذين غيروا في الإسلام، واليوم قاعد نعيش ونعاني معاناة اللي حطنا فيها معاوية. تفضل يا شيخ. طيب شكرا على هذا التوضيح، توضيح طيب صراحة. لكن الآن أنت واقع في إشكال آخر. الله سبحانه وتعالى ذكر الصحابة الجيل الأول في سياق الإيمان. معاوية مؤمن ولا غير مؤمن؟ إذن أنت ملزم بالاستغفار لمعاوية لدخوله في المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالآن أنت على مفرق طريق. إذا كان معاوية مؤمن فأنت ملزم بالاستغفار له لأنه سبقك بالإيمان، إلا أن تقول كافر هذا أمر آخر. تفضل أختك. لا أنا أقول أن معاوية ليس مؤمن وليس كافر. معاوية من المسلمين الذين أخذوا الحكم في الدولة وغيروا وبدلوا في الدين، وحيث أن هناك أناس من أهل السنة من علماء أهل السنة انتقدوا أفعال معاوية الذي قام بها، ويقولوا لو لم يكن أتى الحافظ على ما أعتقد بثلاث أشياء، قال لو لم يكن بمعاوية إلا واحدة منه لكانت كافية أن تكون كارثة على رأسه. تفضل يا شيخ لك المايك. هذا كلام عام، من الذي قال بذلك؟ من الذي قال ذلك؟ الرواية التي تستدل بها أنا أعرفها، هي مروية باطلا وكذبا على الشافعي، وما أكثر ما تتعلقون بالمكذوبات للأسف وتبنوا عليه دينكم والوقوف أمام الله يوم القيامة. أما قولك ليس بمؤمن وليس بكافر، ما بعرف والله. الله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بدي أعرف وين هالمنزلة. مفروض رب العالمين كان يقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم من ليس بكافر ولا بمؤمن،
عمك حيرتنا. ثم كيف نأخذ بقولك والحسن بايعه وابن عباس أثنى عليه وقال إنه فقيه. ابن عباس يثني عليه ثم تأتي حضرتك وتقول لا لا أثني عليه، وهذا من أهل البيت أيضا. ابن عباس من أهل البيت وقوله هذا في صحيح البخاري. أنا أعجب والله، أنت تدعونا إلى حق ولا تدعونا إلى حيرة؟ إلى الآن لم أرى لك موقفا صحيحا. أثنيت على حسن المالكي فتورط، أتيتنا بموضوع معاوية وتورط، أثبتت له الإيمان قبل ذلك فأتيناك بالآية الكريمة، فلما شعرت أنك تورط قلت أنا لا أثبت له إيمانا، ثم عدت عن قولك وقلت نعم هو صحابي مؤمن، ثم عدت وقلت لا هو ليس بمؤمن ولا مسلم. أنت ضائع وبدك تضيعنا، خلي شو إذا أنت بدك تبقى ضائع حر، بس لا تضيعنا معك، لا تضيعنا معك. علي بن أبي طالب يقول ما نفرق عنهم بشيء، لا يستزيدوننا ولا نستزيدهم في الإيمان. وبعدين مجرد تقول أنه بذر، يعني وهذا صرف شوية مال خرج من إيمانه وبقي مسلما، لكن خرج من الإيمان لمجرد أنه بذر، شو هذا؟ شو أنت خوارج ولا زيدي؟ بدي أعرف أنت خوارج ولا زيدي. أما إذا تكون خوارج وزيدي مع بعضهم هذا أمر آخر. فأنت لم تستطع أن تثبت شيئا. ثم إن الصحابة الخلفاء الراشدون ولوه على الشام وكان حريا بها، وكانت له فتوحات، تونس فتحها، شمال أفريقيا فتحها، الشام كلها فتحها، وكان جديرا بهذا المنصب الذي أعطاه إياه الخلفاء الثلاثة. كلهم على باطل، ابن عباس على باطل، كل هؤلاء على باطل، بس مفروض نحن نتركهم كلهم ونتمسك برواياتك الموضوعة والمكذوبة. تفضل، حنعطيك الرواية التي تتكلم عنها وهي عن الشافعي. وجدت الرواية. أربع خصال كنا في معاوية. لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة. هذه ليست للشافعي، عفوا. انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أو ابتز أمرها بغير مشورة، وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة، واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زيادا إلى آخر هذه الرواية. والرواية فيها لوط ابن مخنف أبو يحيى قال عنه ابن عدي شيعي هالك محترق، له من الأخبار ما لا أستحب ذكره. وقال عنه الحافظ ابن حجر إخباري تالف لا يوثق به، ليس بثقة، متروك الحديث. هذا ما قاله. طيب عفوا. أعيد وأكرر الرواية. أربع خصال كنا في معاوية، لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة. هذه الرواية. أربع خصال كنا في معاوية. ووصف معاوية بأنه سكير خمير يلبس الحرير إلى آخره. هذه الرواية آفتها لوط ابن مخنف أبو يحيى قال عنه ابن عدي إخباري هالك، وقال عنه ابن حجر إخباري تالف، له من الأخبار والروايات ما لا أستحب ذكره. نعم. وقال ابن حجر لا يوثق به،
فتبين أن الإخوة الزيدية عفى الله عنهم وهداهم أنهم أسرى روايات مكذوبة موضوعة تالفة، أسرى. يا ليتهم كانوا أسرى حرب، كان الشأن أقل، لكن أسرى روايات مكذوبة، شحنوا قلوبهم بروايات مكذوبة لم تثبت. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد تركي ولا خرج؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يا شيخ، أنت أخذت وقت زيادة عن اللزوم، من المفترض أن تعطيني أقل شيء نصف الوقت الذي أنت تأخذه. عموما أولا يا شيخ عبد الرحمن، أنت في بداية كلامك قلت أنه إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، وإلا فيما هو موجود في القرآن نفسه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الأعراب، لا تقولوا لا تقولوا عندما يقول أنهم مؤمنين يقول لا تقولوا آمنا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هناك إيمان، هناك إسلام، هناك كفر، هناك أمور أخرى. فأنا في وصفي لمعاوية أنه ليس مؤمنا، لا ما في إيمان، وليس كافرا بمعنى أن يكفر بالله الجحود والنكران. هذه المادة التي أنا تكلمت عنها. ثانيا الكلام يا شيخ والمحور الذي كنت أدور أنا حوله فيما أوردته في معاوية بن أبي سفيان، بحيث أنكم تشنعون على مخالفينكم من معتزلة، من زيدية، من إمامية، من إسماعيلية إلى آخره، على معاوية وعلى شخصية معاوية بن أبي سفيان، بحيث جعلتم أن لابد أن تؤمن بمعاوية كي تكون سنية. بينما أنا ذكرت لك هناك أناس من شيوخ البخاري، وذكرت أسماء وذكرت الأفعال التي كانوا يقولها في معاوية بن أبي سفيان هي ذاتها عين قولهم، وهناك أذكى أفعال وأقوال عفوا قالوها، هذه الأقوال أشنع من قولنا نحن. وذكرت لك المسألة التي ذكرها عبيد الله بن موسى الكوفي، ثم أن عبد الرزاق الصنعاني وغيره كانوا يقولون لا تقدروا مجلسنا بذكر ابن أبي سفيان، وكانوا يقول عندما أتى الفضل بن دكين العالم الجليل، عندما أتى إليه أحد الرجال وقال ما اسمه؟ قال معاوية. قال والله لا حدثتكم من أنت فيهم. فأنا أذكر لك هذه الأشياء التي في معاوية. هل يا شيخ عبد الرحمن إذا وافق الزيدية أو غير الزيدية أمثال هؤلاء العلماء الذي ينسبون إلى شيوخ البخاري وينسبون إلى سنة النبي هل يكون بهم بأس أم لا؟ أنا كانت هذه مسألتي. الشيخ عبد الرحمن الدمشقية لكي لا يقع نفسه ولا يلزم نفسه في هذا الإلزام، أخرجنا طبعا وهي كما هو المعتاد منه، أخرجنا في مسألة حسن المالكي وفي أخطاء حسن المالكي. حسن المالكي يا حبيبي ليس نبي، ليس معصوما، له أخطاءه وله صوابه وله اجتهاده وله أموره، ليس أنه كل ما يقوله حسن المالكي أنه هو العظيم. مثلا هذه المسألة عندما يقول الله شيخ الإسلام قل له حسن المالكي أخطأ فيها، مثلها مثل الكوارث الذي نجدها عند بعض الصحابة، عند بعض الصحابة، وتقولوا أخطأ في هذه المسألة. فلماذا تتربون على هذا هنا وتضعوا الأقوال في غيرهم؟ ينبغي أن تكونوا منصفين في هذا الشيء. ثم يا شيخ عبد الرحمن، أنا كان طلبي منك بسيطا جدا، لم أطلب منك هذه الهالة وهذا التطويل وهذا التأخير وسقوط المايك ورفع المايك. طلبت منك موقف الزيدية وغير الزيدية، ابن أبي سفيان عندما يقف بعض علماء أهل السنة هل هم يصبحوا هؤلاء مخالفين زنادقة إلى آخره؟ ألا، هذا كان الذي أنا أطلبه منك، ولم أطلب شيء آخر غير هذا الطلب. أنا الآن دخل عندي وقت صلاة الفجر، أتمنى الإجابة سريعا على ما أردته أنا، ثم بعدها لك أن تلزمني في أي أمر آخر بشرط أن لا يكون طويلا، دقيقة دقيقتين إلى آخره. يلا تفضل يا شيخ، نأخذ اللاقط، أستمع منك، بارك الله فينا وفيك. طيب شكرا لك، شكرا لك. الإجابة إذا كان هذا فقط هو السؤال، أولا بالنسبة لموضوع عبد الرزاق لما قال لا تقذروا مجالسنا، رد عليه الذهبي ووصفه بالأنوك، بالأنوك. يعني هذه واحدة. وعبد الرزاق متهم بأنه في آخر مراحله كان متأثرا بالتشيع، هذا موضوع آخر له. المهم بالنسبة لكم للزيدية، أنتم لم تخطئوا خطأ فرديا في حق معاوية،
أنتم لا صارت لكم أصولكم وعقائدكم التي تمايزتم بها عن عقائد أهل السنة، ومع ذلك ما أخرجناكم من الدين ولا قلنا عنكم زنادقة، بل قلنا عنكم أنكم إخواننا. فلماذا هذا الحشد الطائفي الذي نراه منك؟ لم نقل عنكم لا زنادقة ولا شيء حتى الآن، بل كذبت عدة كذبات في بداية كلامك، والآن تكذب علي مرة أخرى وتقول تقول عنا زنادقة. أنا ما قلت عنكم زنادقة. لو سمعت مني كلام بأنه زنادقة اذهب وحاسب من قالها. ولا أذكر أن أهل السنة يقولون عن الزيدية زنادقة، والله ما أسمعه من المشايخ والمفتين وكبار العلماء أنهم إخواننا وهم أقرب فرق الشيعة إلينا، هذا كل ما يقولونه. فدع عنك التجييش الطائفي، وأنت ذاهب لتصلي صلاة الفجر نقي قلبك، نقي. هذا هو سبب قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ذكرتني قبل أن تذهب، تقول الله قال قل لم تقولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شو أنت الله؟ شو أنت الله حتى تحكم على شخص بنفي إيمانه؟ رجل مشرك أمام زيد بن أسامة بن زيد يقول لا إله إلا الله، فيقول أسامة قالها خوفا من السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ سبحان الله، أنت جعلت نفسك الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الصحابة مع المنافقين، يتعامل معهم تعامل الصحابة، مش إنه لأنه هناك صحابي كافر، لا. لو كان عند النبي ما يكتشف به كفرهم لما عملهم معاملة المسلمين أصلا، بل إنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما أعلمه الله بهم أسر بأسمائهم إلى حذيفة، فكان حذيفة لا يصلي عليهم. ها هلا، لولا أن الله أسر إلى أن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم ما عملهم معاملة نفي الإيمان. وانت حضرتك جاي عمل لي حالك الله وتقول أنا أنفي عنه كما أن الله نفى. الله بينفي لأن الله مطلع على القلوب. أنت تطلع على ما قلب في معاوية حتى تنفي عنه ما لا يمكنك نفيه. هذه قضية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه فقط لله عز وجل، ليس لأحد آخر أن ينفي ويقول لا فلان عندي هو مسلم لكن ليس مؤمن. أنت لست الله حتى تجعل هذا تصرفا بيدك. اذهب إلى صلاتك وفي هذا كفاية. ونشكرك على كل حال على مواقفك، وفقنا الله وإياك وعفى الله عنا وعنك وهداك صراطه المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.